واش الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما العادة موضوع جديد، فيديو جديد على قناة على مصطفى فلوج، وتحية لجميع الإخوة المتبعين للقناة الجدد والقدماء. تحية لجميع الموالي بصفة عامة من طنجة الكويرة، وتحياتي لجميع الإخوان من جنوب المغرب. كنشكرهم على حسن الثقة ديالهم اللي وضعوا فينا، والحمد لله راه كل واحد راه توصل بالمسائل ديالو والسلعة ديالو هذا الأسبوع هذا، وكان بنشكرهم جزيل الشكر على الثقة اللي وضعوا فينا. ثانيا غادي ندخلوا في الموضوع، وهو الموضوع ديالنا هو اليوم كما كتشاهدوا في الصورة، موضوع ديال فوائد خل التفاح. لمعظم مربي الطيور كيعتمد على هذه المادة الحيوية هذه، واللي هي أساسية في تربية الطيور، والفوائد ديالو راه عديدة وعديدة جدا. وكما قبل ما نبدا لكم الفيديو، المهم ما نخليكم باش نعطيكم معلومة، وهي أولا بأن التفاح خص يكون طبيعي 100%. خلينا من داك ديال المواد الحافظة واللي كتلقاو عند صحاب المحلات التجارة والسوبر ماركت، هذاك راه كيكون مخلوط بالماء وكيكون ماشي طبيعي 100%. ولكن كما كتشوفوا الصورة الآن عندي هنا، هذا خل التفاح كما كنقول لكم طبيعي 100% وصون يدوي. والخل هذا كما كتشوفوا في الصورة راه من صنع الأخ ديالنا الحسن، راه كيكون معنا في السوق لحد هنا، سوق طيور مدينة أكادير. كان بنحييه على هذا العمل ديالو الجبار اللي كيقوم به في سبيل الولاعة وجميع الخل. راه التفاح كما كنقول لكم راه مزيان حتى للإنسان ماشي غير الطيور. والحمد لله كما قلت لكم بنشكر السي الحسن، راه كيكون تواجد معنا في سوق الحد اللي خصو الخل التفاح، وراه متوفر تاعها عندنا حنا موجود اللي خصو. غادي نخلي لكم الرقم ديالنا الشاشة، والمهم خليكم مع الفيديو ونشوفوا الفوائد ديال خل التفاح اللي كتنفع الطيور ومربين الطيور. السلام عليكم. طريقة تحضير خل التفاح بالنسبة للطيور كوقاية، يتم وضع 10 مليلتر لكل لتر من الماء. يعني كما عندكم لتر ديال الماء كنشدو كنديرو فيها 10 مليلتر ديال خل التفاح، ولا اللي بغا يدير داك البوشون راه فيه داك العبار، بوشون صغير كيعمرو ويدخل لتر من الماء، هذا كوقاية. أما إلا بغينا نستعملو الأمور ديال العلاج، كما عرفتو راه عدة الأمور بحال الفاش وشحال من حاجة كتعتبر العلاج ديالها. المهم بالنسبة كاين اللي كنديرو للتدوى الشتا، هو راه المخل ديال التفاح راه ضروري نديرو خل التفاح، كنديرو خل التفاح ولا بغيتو تخلطو معاه كنخلطو مع الحامض، واحد جوج شوية ديال الحامض كنعصروه مع الماء، راه كيعطي واحد النعومة للريش ديال الطائر، والحمد لله سبحان الله العظيم كيكون ناعم الريش ديالو ونقي من ديك الجرثومة ديك الحشرة اللي كتكون في الريش اللي كتاكل ليهم الريش. وفيكم كما قلت لكم سابقا بالنسبه للعلاج، غنديرو كنديرو هو 20 مليلتر لكل لتر ديال الماء على مدار السنه، يعني على طول العام. الى بديت تخدم هذه القضيه ديال العلاج، يعني خد الفحص تخدم به العام كامل، ماشي غير تقول غندير اليوم ميك عليها سميتو مده طويله. الى طريقه العلاج، الى بغيتي تتبنى من الطير ديالك يبقى في صحه جيده بالنسبه لك تستعمل خل التفاح، كما قلت لكم على طول العام كنستعملو 20 مليلتر في إترو، 20 مليلتر في إترو ديال الماء على مدار السنة، وكنعطيه الطيور مرة ولا جوج مرات في الأسبوع. هذا في حالة العلاج كما قلنا،
وبالنسبه نقدر نديرها في 3 سميتو 3 ايام او 5 ايام في النار، ولكن مع المراقبه خصنا نردو البال سميتو الطيور ديالنا سميتو ملي كتعطيهم هذا الخل التفاح هكا. المهم كتردو البال الطيور ديالك ما شنو كتطرو بهذا القليل ديال الخل التفاح، لان الخل التفاح كيكونوا فيه لي دوز ماشي اخر اي خل التفاح كتجي وتعطي الطيور كما قلت لكم. اذا كان طبيعي راه كيكون صحي 100%. ايوا هذه هي الطريقه اللي غادي نستعمل بالنسبه لي، باغي يستعمل خل التفاح والطيور ديالو كما قلت لكم كوقايه وكعلاج 100%، وما يخاف والو من الطيورات ديالو. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكنتمنى اللي شاف الفيديو ما ينساناش بالدعم ديالو والاشتراك على القناه كامل هذا، وخلينا واحد لايك وكومونتير، واللي مازال ما اشترك يشترك معنا باش يساعدناكم باش نستمروا معكم في هذا الدعم ديال القناه، وشجعوا المحتوى كما كنطلبوا من المتابعين ديال القناه ديما. واللي شاف الفيديو يبارطاجي مع الاخوان اللي مازال ما اشترك معنا في القناه، وتحيه للاخوان جميعا، والسلام عليكم.